غاز مروان يعلن عن إجرائه لعملية جراحية، شاهدوا المزيد من التفاصيل. أعلن اليوتيوبر غاز مروان أنه سيقوم بإجراء عملية غدا دون أن يذكر تفاصيلها، فقط اكتفى بذكر أنه ممنوع من الأكل طيلة اليوم من أجل هذه العملية، والواضح أن هذه العملية ستكون بسبب مرضه القولون العصبي. نتمنى لغاز مروان الشفاء العاجل، دعواتكم له. سو أنا من امبارح بالليل لبكرة الظهر ممنوع أكل ولا أي شيء أبدا، لأن بكرة علي عملية ولازم يكون جسمي كله فاضي هيك مهتري. فأنا من غبائي شو عملت؟ رحت على المسبح. فوالله مش عارف كيف حضاين، أنا هلا بكرة صراحة حاليا رايح أخلص كمان كم شغل، الشباب قاعدين بياكلوا كانوا، أنا قمت صراحة ما قدرت أتحمل فطلعت، يعني حاليا رايح أخلص كم شغلة، مو حصور ستوريز مشان لو صار ما صار أنتوا تعرفوا. يس ولا شيء المفروض يعني، بس إنه خوازيق ممكن ناكل خوازيق. تفاعلت اليوم نانين بيوتي بمجموعة من الستوريات حيث كانت تحضر مقلب في أخيها شيرو. أترككم مع الستوريات. The right brain drives me.